وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة لضبط جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة العناصر اللي بتقوم بالترويج ليها، ونجحت الحملات دي في إنها تضبط شحنة هيروين مخبأة بشكل سري في إحدى السيارات، ده غير ضبط كميات من البنجو ومخدر الحشيش والأفيون. نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 1453 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل عمد، مخدرات، سرقة، سلاح. وبحوزتهم 861 قطعة سلاح ناري أبرزها 125 بندقية آلية، 126 بندقية خرطوش، 22 مسدساً، 586 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 2337 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3805 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3199 متهما، من بينها جيرينوف و 534 بندقية و 317 بندقية آلية و 209 مسدس و 2743 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 8717 طلقة متنوعة و 430 خزينة، إضافة ل 5487 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 31 تشكيلاً عصابياً ضموا 82 متهماً قاموا بارتكاب 157 حادث متنوع، كما تم ضبط 609 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 261 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 374 متهما، كما تم إعادة 50 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 223672 حكما قضائيا متنوعا على النحو التالي: 8228 حكم جناية، من بينها 11 حكما بالإعدام، 314 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 614,058 حكما جزئيا، و 122,373 حكما مستأنفا، و 988,173 حكم غرامة، و 290,840 حكم مخالفة. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 5065 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها
5345 متهما، وبحوزتهم أكثر من 644.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وما يزيد على 473 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 102 كيلوغرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من 30 كيلوغرام، وقرابة 50 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 123,667 قرص مخدر.